بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وبجمهور الأهلي العظيم ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من البيت الكبير النهاردة يوم الاثنين، وزي ما تعودنا مع بداية السيزون الجديد الحقيقة، وزي ما تعودت مع حضراتكم ان احنا بنفتح بعض القضايا اللي بتهم النادي الأهلي وكرة القدم المصرية طبعا، لأننا لما بنيجي نتكلم في هذه الأمور بنتكلم بشكل عام وبيتم مناقشتها ومناقشة تفاصيلها ومع أطرافها على قد ما بنقدر، بنجيب كل الأطراف طبعا مع ضيوفنا دايما في الاستوديو علشان نخرج في نهاية الحلقة بتوصيات يستفيد منها صناع القرار في المؤسسات الرياضية. النهاردة هتكون قضية جديدة في البيت الكبير وهي شكل الدوري المصري. حضرتك عارف شكل الدوري المصري هيبقى عامل ازاي السنة الجاية؟ أنا عارف، معرفش. كلام كتير جدا وأمور كتيرة جدا جدا، وإزاي نخرج من تلاحم المواسم ومشاكل الجدول والمؤجلات والتضارب في المواعيد، المشكلة فين؟ تتحل إزاي؟ هو ده موضوع قضية البيت الكبير النهاردة.